السلام عليكم خوتي المغاربه، تحيه المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. كنتمنى تكونوا على خير والف خير. معكم عبد العزيز البركه من جماعه المهايا دوار الزوالة اقليم مكناس المنزه. اخوتي المغاربه، بعيدا عن المواضيع اللي ولا كنشوفهم من التفاهه ما السفاني ولا اللي ولات كتغزو اليوتيوب والمواقع ديال التواصل الاجتماعي، جيت للمغاربه بصفه خاصه والمجتمع الدولي بصفه عامه، وبالتحديد في القطاع ديال الرياضه، يعني قطاع كره القدم. جيت بواحد الدراسه، عندي واحد الدراسه شامله وعميقه حول امكانيه زياده بطوله جديده في مجال كره القدم تحت مسمى كاس اضلاع القارات. شحال من واحد يقول لي زيد شرحنا شويه. احنا كنعرفوا منذ صعود جياني انفانتينو رئيس الجامعه الكرسي ديال الاتحاد، وهو تيعمل على تطوير كره القدم اللي هي داخله في واحد البند من بنود الاتحاد الدولي لكره القدم، اللي الهدف من ذاك البند هو التطوير المستمر لكره القدم. حنا مؤخرا الاتحاد السعودي طرح واحد الاقتراح حول كاس العالم، يولي تنظم بدل من كل اربع سنوات، يولي تنظم بدل اربع سنوات سنتين. هذه الفكره هذه راه انا من وجهه النظر ديالي ما غاديش تلقى هذا الاقبال، لان الا ولات الكره ديال الخصوص البطوله ديال كاس العالم اللي حنا كرأي محبين الكره القدم ومشجعين كنتسناوها توصل كنتسناوها توصل ملي غدوز اربع سنين واحد الشوق وبواحد الانتظار، غتولي بحال اللي غتولي واحد الملل الا ولات كتنظم كل سنتين. ولهذا انايا درست واحد الفكره عباره عن، واخا الفكره شويه غتجي واحد الفكره بيزار، المهم الفكره ديالي عباره عن دراسه شامله وعميقه حول مشاركه جميع دول العالم بدون استثناء في واحد البطوله العالميه اللي طلق الاسم ديالها كاس اضلاع القارات. بالنسبه للعدد الدول اللي غيشاركوا في هذه التظاهره، 208 دوله اللي معترف بها لدى الاتحاد الدولي لكره القدم. دابا شحال من واحد غتجي الفكره بيزاق وغايقول واش هذا كيخربق، واش هذا ما تيعرف والو في الكره، كي غايديروا 208 دوله يشاركوا؟ وحنا كنعرفوا ان البطوله ديال كاس العالم كتاخذ واحد الحيز الزمني قصير، وكيشاركوا فيها يلاه 32 دوله، ومع ذلك الكازوك شويه تياكل الدق، فما بالك 208 ديال الدول. انا هاد الموضوع هذا درسته و المشاكل ديال الكازو ما غاديش هي. بالنسبه للحيز الزمني ما غتاخذش بزاف، والضمان اللي عندي انايا هو مشاركه جميع الدول العالم بدون استثناء. شحال من دوله كتكون كان الحلم ديالها غير تشارك ولو مره واحده في كاس العالم. حنا كنعرفوا دابا كاس العالم الا بغات شي دوله تشارك فيه خاصها دوز من مرحله ديال التاهيلات، والا بلغت الاحصائيات عاد يمكن لها تشارك في دابا افريقيا تياخذوا منها خمسه ديال الدول تياخذوا منها، اسيا تياخذوا منها خمسه ديال الدول، اوروبا تياخذوا منها 13 منتخب، وامريكا امريكيتين لا الشماليه ولا الجنوبيه تياخذوا منهم، المهم المجموع ديال المنتخبات 32 منتخب، وباقي الدول تيبقوا غير يتفرجوا مساكن. انا عندي هذه الفكره هذه ان شاء الله، وبضمانات وبدراسه شامله وعميقه غتلقى واحد مشاركه ديال جميع دول العالم بدون استثناء. وفاد الصدد هذا كنت راسلت في 2017 وزير الشباب والرياضه، وراسلت العامل ديال مكناس عبر مراسله عبر البريد بنك البوسطه، ومازال ما تلقيتش حتى شي جواب. يمكن لي يكونوا تلقاو بالجاب سميتو بالرساله وجاتهم الفكره بيزار. انايا مستعد ندرس لهم هذه الفكره هذه ونشرحها لهم من درسي دراسه، انت كتحفظ على الدراسه؟ انا بطبيعه الحال غنتحفظ.
انا من طبيعه الحال غنتحفظ. ما رسلتيش الوزير الجديد ديال؟ لا ما رسلتش الوزير الجديد، ودابا راني كان سجلت مع شحال من قناه، وغير مازال ما الفيديو ما وصلش. ما راه راني كنطرق كان تخدم على هذا الموضوع، هذا ان شاء الله يوصل المسؤولين. وبالنسبه للموضوع ديال هذا، انا عندي ضمانات، قلت لكم الضمان الاول مشاركه جميع دول كاس العالم، جميع دول العالم كله غيشاركوا بمجموع ديالهم 208 ديال الدوله اللي كيتواجدوا تحت لواء الاتحاد الدولي لكره القدم. هذه الضمان الاول. الضمان الثاني، الدول اللي غادي تحتضن هذه الكاس، هذه البطوله راه غتصدر فيها السياحه، وغاد تصدر فيها ان شاء الله الاقتصاد ديالها. وعاد ان شاء الله الرحمن الرحيم عندي واحد الدراسه اخرى وطنيه في هذا السياق ديال كره القدم، حول امكانيه اضافه بطوله جديده تحت مسمى كاس عدل المغرب. هذا عشان عندي دراسه وعشان دراسه اخرى. حنا كنعرفوا بان الدوريات الكبرى ديال العالم، بحال الدوري الانجليزي تي عنده تيلعب سميتو الفرق ديالهم كيتنافسوا على الاتحاد ديال الكاس الانجليزي وكاس الرابطه، وعاد تيلعبوا في الشامبيونز ليغ والدوري الاوروبي، وعاد تلعب القسم الاول ديالهم ديك البريمير ليغ. بالعكس على المنافسه ديالنا، على البطوله ديالنا، يلا كيتنافسوا على البطوله، على درع البطوله، وكيتنافسوا على كاس العرش. راه ما كاينش شي بطوله بزاف اللي كيتنافسوا، راه ملي كيسالي كاس العرش يوليو كيتنافسوا غير على البطوله. وهذا في حد ذاته ما تيجعلنا ما غاديش نحصلوا على لاعبين اللي غيشرفونا في كاس مع المغرب، لان حنا دابا المغرب تيعتمد على الفئات اللي راها محترفه برا، اللي كتلعب بمباريات على كؤوس بزاف. في حين الا زدنا هذه الاضافه، هذا الكاس ديال اضلاع المغرب، ان شاء الله غتحسن المردوديه ديال اللاعبين، ونحصلوا على لاعبين غيشرفوا المغرب في المحافل الدوليه وفي الاعراس الدوليه ديال كره القدم. وغادي سميتو واحد النقطه مهمه بغيت نشير ليها، بالنسبه للبطوله ديال كاس اضلاع القارات، عندها واحد البعد ايجابي، وهو ان شاء الله غادي تقدر تفك واحد الخصومات مع بعض الدول ديال اللي كتعرف الاشقاء، اللي كتعرف واحد النزاع، واحد الخصومات، واحد. وختاما ما يسعني الا ان اتوجه برسالتي الى المعني بالامر فوزي القجع، وانا مستعد نجلس انا وياه على طاولة الحوار. انا راني تعمدت باش من غير نحط لكم غير الموضوع المضمون ديال الفكره، والصور ديالها هما عندي تحفظا بالفكره وصافي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبالنسبه للموضوع ديال هذا، هو الا بغيتوا تتواصلوا معايا بالنسبه لهذه، الرقم ديالي 06 01 99 31 51. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.